مرحبا، انا عصام. مرحبا، انا توا جيت للديستريبيتور تاع واحده من البنوك لهنا، البيتي كارد. ما نخبيش عليكم، كارت تونسيه كيما تشوفوا فيها، باش نجبد 20 دينار باش نشري بها قضيه للدار باش نتعشوا الليله. شوفوا شو مش يقع بالضبط وماذا بينا تفسير. هذه كارت تونسيه، نحطوها في الديستريبيتور، نحطوا الكود، نفاليدو، اجي نقراو مع بعضنا ونترجموا. يقول لك راهو الكونت هذايا، العملية هذيا باش ينحو لك 10,000 من ترانزاكسيون تاعك، وراهو اللي المونتون هذايا من الكوميسيون سيبليمونتير اللي باش تزيدها الكوميسيون تاع البنكة تاعك دو فوتر كارت بونكير. تحب تكمل ولا لا؟ لا لا، أنا مش باش نكمل، على خاطر بالنسبة لي أنا هذه عملية نتاع تحايل على المواطن. كيفاش أنا الكارتا والبنك سنترال وجميع القوانين التونسية تقول راهو 15% ماكس كوميسيون ياخذها على كل جبدة تاع فلوس، لأنه يقول لك راهي 10,000 وباش نزيدوك 15%، ماذا بينا يوضحوا لنا؟ احنا مش باش نتابعوا حتى تعرف، أما راهو نأكدوا اللي راهي كارتا تونسية، على خاطر في مثل الحالات هذيا تجي الكارتا إلا كارتا أجنبية، أما الكارتا التونسية ما ياخذوش على 10,000 ويزيدوا على 15%، معناتها باش يجبد 20 ياخذ معايا 11,500، معناتها نشري بيتزا ليا انا وبيتزا للبنكه. فوالا، هذه تونس، ماذا بينا تفسير ونستناو الاجابه ان شاء الله.